بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا يا وسبحوه بكرة وأصيلا
Allahul Azim.